أيوب يا شباب، كما ترون الوقف هناك جميلة جدا وباللون الأزرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أيمن في فيديو جديد اليوم، حيث في هذا الفيديو سوف نقوم بعمل تجربة رائعة وخطيرة، حيث سوف نقوم بسرقة سيارة يوبي. لذلك يا شباب قبل أن نبدأ قوموا بتفجير المقطع باللايكات والاشتراكات. سنركب سيارة هذه سوبر جي تي ونذهب إلى المنزل. كما ترون في الخريطة تلك العلامة الزرقاء هي سيارة يوبي التي سوف نأخذها. ولمن لا يعرفه فهو يوتيوبر مغربي يقوم بنشر موديل. يا شباب منزل قريب جدا من هنا، سوف نقترب أكثر وأكثر. ها هو منزله، احتمال كبير جدا أن نجده واقف هناك أو جالس. أوه هاي السيارة يا شباب، أوه هو يوب يا شباب، كما ترون أنه واقف هناك. أنا جاره، أمثل أنني جاره، لا توجد أي مشكلة. انتظروا، أنا جارك هذا مسدس ألعاب، لا تخاف سوف أرش عليك الماء. أوه لقد اقتربت من هذه، أوه لقد سوف يهاجم علي يا شباب، لا أريد أن أقتله صراحة. أوه لقد ضربني، لو قتلته يا شباب فلن ينشر فيديوهات بعد الآن، ولكني أريد الإطاحة به ولا أستطيع، لا أعرف لماذا أنه يقوم بضربي مرارا وتكرارا. سوف أقوم بالإطاحة به وأسرق السيارة. خذ هيا يسرع، اركب اركب بسرعة بسرعة. هل سوف يفعل شيء؟ لماذا لا يريد إنزالي من السيارة؟ أوه إنه يذهب بالسيارة. أوه لا أعلم لماذا لم يفتح الباب، سوف نرجع إليه، إنه واقف لم يفعل أي شيء. نرى غريب. أوه لقد ضرب الباب، هرب هرب هرب، إنه يدمر سيارته بنفسه. هيا هيا هيا، أوه السرعة رهيبة يا شباب. أوه لا لا لا، لقد دمجت السيارة قليلا، لا توجد أي مشكلة، لدينا خدش في الباب فقط على ما أعتقد. السيارة رهيبة، سيارة عائلات، نعم جميلة جدا وباللون الأزرق. لا انظر إلى هذاك وانقلبت السيارة. هيا هي. مع الأسف عدت يا شباب وهي السيارة ويوبي واقف هناك، إنه يريد ضربي، أنا أريد الإطاحة به وسرقة السيارة. صراحة لا أريد قتله، أريد أن أرى ما الذي سوف يفعله. يريد ضربي هكذا، فأركب السيارة وأرى ما الذي سوف يفعله. أعتقد أنه جليتش، الله أعلم. لماذا يمشي إلى الباب؟ إنه يمشي هكذا لي. غريب. أوه لقد أسقطه. هيا افعل شيء، لقد توقف. أوه الآن يريد مهاجمتي. هيا ماذا سوف تفعل؟ أوه لقد ضرب الباب مرة ثانية، سوف نأخذ السيارة ولن نرجع هنا. أيها الأحبقاء، الغبي هذا لقد سقط من الجهة الثانية وعاق الطريق بي. سوف نقوم يا شباب بإصلاح السيارة في الكراج هذا. هيا بسم الله، ماذا أم اللون الذي سوف، أوه الأحمر، مع أني أكره الأحمر ولكن أريد أن أقوم بالتغيير.
سبب قمت بالتغيير ولا أعلم. رمادي أزرق هكذا يعني عادي. ابتعد، سائق هذاك يريد أن يصدم سيارتي. لا يمكنني أن أقوم بتطويرها في مكاني. إذا يا شباب سوف نقوم بالرجوع وحفظ السيارة. وترون سرعتها رهيبة جدا. أوه، كيف أتى هذا؟ هذه الجليتشات التي تحدث اليوم. سوف نذهب من هنا أو انتظروا. ولقد أخطأت في الطريق. أتيت من هنا يا شباب، وكما ترون لقد سرقت السيارة بنجاح. سيارة رائعة. وما هذه العلامة؟ العلامة الحمراء كانت زرقاء وأصبحت حمراء، لا أعلم لماذا. سوف أقوم بحفظ السيارة في الكراج لكي لا أخسرها أو يسرقها مني. هو الكراج افتتح، سوف أضع السيارة هنا. وكما ترون يا شباب لقد وضعنا السيارة بكل نجاح، وذلك المسلسل الأحمر لا أعلم لماذا يأتي، وتمت السرقة بكل نجاح. كان هذا فيديو اليوم يا شباب، فيديو خفيف وظريف، وهذا كان حلقة اليوم. لا تنسوا الاشتراك في قناة، ضغط على زر لايك وجرس لكي ننشر المزيد. كان معكم إين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.